هذا اليوم 26 أبريل 2024 وقع حادث مميت انفرادي للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بالضبط بالمكان المسمى منعر جديد تومي. مع الأسف هذا الحادث أدى إلى وفاة شخص من جنس ذكر عمر 32 سنة وإصابة شخصين تم تحويلهما إلى مستشفى نادير محمد في ولاية تيزي وزو وذلك لتلقي الإسعافات الأولية. أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو في عين المكان وذلك لتسهيل حركة المرور وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.